بيننا بنتكلم لسه على السودان والدور المصري والدعوة المستمرة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، زي ما كان بيكلم معالي السفير انه علشان يتحل او تتحل الأزمة في السودان لابد من وقف دائم وشامل لإطلاق النار، ويكون في سبل التهدئة. دي دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي والاتصالات كمان الإقليمية والدولية اللي بيجريها بهذا الشأن. لكن على الأرض الدور المصري في مسألة إجلاء المصريين الموجودين في السودان، ويمكن احنا فتحنا الملف ده، وطبعا كل الشغل اللي تم على مدار اللي فاتت ان مصر ما تسيبش أولادها في أي أزمة في أي بلد بيحصل فيه مشاكل على الأرض. فالنهارده الرئيس عمل اجتماع مهم مع رئيس الوزراء دكتور مصعب مدبولي ومع سيادة الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، وسيادة اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وسيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وكمان سيادة الفريق كامل وزير النقل. خلال الاجتماع ده الرئيس وجه بضمان العودة الآمنة للمصريين من السودان، وكمان توفير كل ما يلزم من خدمات إغاثية وطبية وغذائية في المعابر البرية ما بين مصر والسودان. ده طبعا في دور مصر في إنها مش بس احنا بنجلي مواطنينا لكن كمان اشقائنا من الشعب السوداني. يعني طبعا في اكتر من جنسيه النهارده، حتى كانوا بيتكلموا على اعداد غفيره من مواطنين نيجيريين كانوا موجودين في السودان ودخلوا من الحدود المصريه برضو مقدمه ان هم يرجعوا لبلادهم. ده غير طبعا يعني جاليات اجنبيه وغيرها قدرت الدوله المصريه انها توفر ليهم العبور الامن وتساعدهم في الملف ده. فالرئيس اطلع خلال الاجتماع على المستجدات الخاصه تبع عملية إجلاء المواطنين المصريين، وطبعا كل الجهود اللي بتقوم بيها أجهزة الدولة لتنظيم عملية التوافد من السودان لمصر. خلونا نتابع مع حضراتكم تفاصيل الاجتماع في التقرير اللي جاي ونرجع تاني. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والفريق كامل الوزير وزير النقل. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مستجدات عملية إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتسهيل عودتهم لأرض الوطن دون عوائق، كما تم عرض الجهود المكثفة التي تقوم بها أجهزة الدولة لتنظيم عملية التوافد إلى مصر من السودان عبر المعابر الحدودية بين البلدين، سواء من المواطنين المصريين أو الأشقاء السودانيين، أو في إطار المساعدة في إجلاء رعاية عدد من مختلف دول العالم. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بضمان العودة الآمنة للمصريين من السودان، وكذا توفير ما يلزم من خدمات إغاثية وطبية وغذائية في المعابر البرية بين مصر والسودان، وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به مصر حكومة وشعب في الوقوف بجانب الشعب السوداني الشقيق في الأزمة الراهنة التي يمر بها، بالإضافة إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها للدفع في اتجاه التوصل لحل سلمي للأزمة يعيد الأمن والاستقرار للسودان. We'll be right back.